كلنا واحدة. كلنا واحدة. والأرضينا فاسدة. والأرضينا فاسدة. السلام عليكم متابعين موقع الطنجاوي، مرحبا بكم في حلقة جديدة. هذه الحلقة هذه اللي هي خاصة. فلسطين والأقصى وغسالة جوهر الشعوب تقاوم الأنظمة تساوي قد عملنا لا لدنيا قد عملنا لا لدنيا قد عملنا ونحن للأقصى الفداء ونحن للدين الفداء هو الشعور ديالك ملي كتخرج شي خارجه بحال هاي؟ الشعور ديالنا الاول هي كنضامنوا مع الاخوان ديالنا في فلسطين، كنسندوهم وكنضامنوا معاهم، واخا يعني ما كنقدروش نعملوا شي حاجه يعني اكثر من الجهد ديالنا، ولكن الحمد لله كنضامنوا مع الاخوان ديالنا. ملي كتشوف الاخبار كيتقاتلوا الدم، وشنو باش كتحس؟ كنحسوا بواحد الحقره، بواحد يعني ما عندنا شي قدرات، هذه هي القدره ديالنا اللي نقدروا نعملوا حاليا. الا قلت لك توصل شي رساله ديالك للناس ديال فلسطين؟ الناس ديال فلسطين كنطلبوا منهم مسامحه ويعتذروا منا بزاف، وحنا كنضمنوا معاهم، حنا كاملين نفس واحده. حامد، شنو هو الشعور ديالك ملي كتخرج بحال هكذا في مسيره بحال هكذا؟ فرحان، ولا الاخر كنادي واحد الواجب ولا بسيط باش غدا قدام الله نقدر نقول انني عملت اللي عليا، وخساره حتى ما عملتش اللي علينا. كنطلبوا من الله يرحم الشهداء. القلب يدمع والعين تدمع والله على ما اقول شاهد. كيبقاو فينا خوتنا، كيبقاو فينا بزاف، ولا حول ولا قوه الا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. شنو عادي شفتك بادي تبارك الله مسيره من الاوائل؟ من الاوائل الحمد لله. هذا واحد الواجب كخصو كلشي يجي ليه، الصغير والكبير كلشي خصو يجي لهنا. نهضر لك على الشعور ديالك الداخلي، كيفاش عامل الشعور؟ صراحه مدمرين هاد الايامات بهذا الشيء اللي كنشوفوه في التلفزيون، واقل حاجه ان الشعب المغربي ولا الشعب ديال طنجه ديالنا يخرج للزنقه معنا في هذه المسيرات السلميه الحمد لله. وكانت هذا هو الشعور ديالنا في هذه الايامات، ماشي هو هذاك صافي. وعادي ملي كتشوف الاخبار وكتشوف كيضربوا فلسطيني مساكن، شنو كيكون عاود الاحساس ديالك؟ الاحساس انا قلت لك كيكونوا نفسيه مهبطه، بعض المرات كنبكيو كنشوفوا ديك الشيء. عبد الله، علاش خرجتي المظاهره اليوم؟ المهم انا مصور فوتوغرافي، جيت هنا باش نساهم بالطريقه ديالي. كل واحد كيساهم بالطريقه ديالو، كاين اللي كيساهم بفلوسو، كاين الشباب اللي كيساهموا بصوتهم، كاين الناس اللي كيساهموا بمواقع التواصل الاجتماعي اللي عندهم ولا بالمنصات اللي عندهم. وانا جيت نساهم داكشي اللي عندي، الكاميرا اللي عندي جيت نصور بها المظاهره ونوصلها للناس اللي عندي كذلك. انا بغيت نركز على الشباب، الشباب هما المحور ديال هذه الانتفاضه والمحور ديال هذه المقاومه. بغيت نادي على كاع الشباب، وبغيت نقول لكاع الشباب انهم يقوموا ويشاركوا في هذه المسيرات ويوصلوا الرساله سميتو للحكومات والوطن، ان الشباب هذه الامه مازال واعي، مازال عارف شنو كاين، عارف الخير من الشر، عارف الظالم من المظلوم. والقضيه الفلسطينيه حاضره في قلبي وحاضره في عقلي، رغم انه ما عاشهاش، تولد وبقاها قدامه، واخا هو يؤمن بها. اقل ما يمكن نديروه هو ان نخرجوا في مسيره ونددوا ونقولوا لا وندعو مع خوتنا. هذا واقع الحاجه اللي نقدروا نديروها. واخر رساله اللي توصل للناس ديال فلسطين مساكن؟ بغيت نقول لناس فلسطين، نحن معكم الى ان تحرر فلسطين،
واخا ما نقدوش نجيو عندكم، واخا حكوماتنا تطبع معكم، نحن كشعوب معكم وسنبقى وسنناضل الى ان تقوم حكومتنا بالغاء التطبيع وبدعمكم، بل بدعمكم نحن ما كرهناش انا الشعوب الجيوش ديالنا الجيوش العربيه انها تحرك لسميتو لتحرير فلسطين، ولكن نحن مغلوبون على امرنا وكنديروا جهدنا، والله العظيم والله العظيم لا ندخل جهدا ونفعل كل ما بوسعنا، لا من فلوس لا من طاقتنا لا من الدعاء ديالنا لا من نشر الوعي، نحارب البروباغندا التي ينشرها الاحتلال، المهم نفعل ما كل ما بوسعنا. بارك الله عليك عبد. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخواني الكرام، ارجوكم اخواني الكرام، احنا سكان مدينه طنجه علينا بالمقاطعه جميع المنتوج الاسرائيلي، المقاطعه المنتوج الاسرائيلي. ايها الشعوب العربيه، والله اللي عندي يوميا كافور يزيد اربع واخر للمواد الغذائيه من جنود اسرائيليه، والسلام عليكم ورحمه الله. تبارك الله عليك. والله اللي عندي وصيت. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. اليوم خرجتي مسيره مع من جيتي؟ مع الوالده. يعني واش اول خارجه ولا سبق لك خرجتون؟ لا اول خارجه. اول خارجه، واش حسيتي ملي خرجتي اليوم؟ حسيت واحد الاحساس كبير. وصيد ملي كتشوف فيديو فلسطين المساكين كيتعذبوا اليوم، شنو باش كتحس؟ كنحس بخايبه الامال وديك. تبارك الله عليك. كيبقاو فيا. كيبقاو فيك بزاف. الا قلت لك شي رساله توصل للاخوان ديالنا الفلسطينيين؟ ما تخافوش احنا معاكم. ريتاش غادي نسقسك، شنو هو الاحساس ديالك ملي خرجتي مع ماماك اليوم؟ احساس مزيان، كنشجع فلسطين وفلسطين هي اعز بلد عندي. كتعجبك فلسطين بزاف. خاي زيد مزقلدي تبارك الله. الله يبارك فيك، الله يجزيك بخير. زيد شنو هو الشعور ديالك ملي خرجتي اليوم؟ هاد المظاهرة ياك خير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. خروجنا في هذه المظاهرة حقيقة هو اقل ما يجب ان يفعله المسلم تجاه اخوانه في فلسطين وفي غزة المجاهدة، فهذا هو جهد مقل. واجبنا تجاه اخواننا الفلسطينيين وفي غزة هو النصرة والدعم باعتبارهم مسلمون، وباعتبار أن أرض الإسراء والمعراج هي أرض مقدسة وأرض مباركة، وهي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، فالله عز وجل سيسألنا عن هذه الأرض المباركة، كل مسلم سيسأله الله تعالى عن فلسطين وعن المسجد الأقصى المبارك. فخروجنا في هذه المسيرة هو تعبير عن دعمنا لهذه الأرض، ودعمنا لإخواننا في غزة الذين يقصفون من طرف العدو الصهيوني الغاشم، فنحن نساندهم ونؤيدهم بخروجنا في هذه المسيرات لنقول لأنظمتنا ولحكومتنا، نحن مع إخواننا في غزة، نحن مع فلسطين إلى تحريرها، نحن مع المقاومة. الحل الوحيد لتحرير فلسطين هو المقاومة، وهناك من أجل دعم إخوتنا هناك طرق وحلول كثيرة، من بينها الدعم المالي، ومن بينها الدعم يعني التوعية، توعية الشباب، ومن بينها المشاركة في هذه المسيرات، ومن بينها الدعاء 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 فهو سلاح فتاك. أسأل الله تعالى أن يفرج عن إخواننا في غزة، وأن يتقبل شهداءهم، وأن يشفي جرحاهم، وأن يفرج عنهم، وأن يهزم عدونا وعدوهم الصهاينة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.